ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن في تفسير آيات في سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لما سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أنزل الله تعالى عليهم في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهداية الناس، سعادة الناس، نقلة الناس من الظلمات إلى النور، من الضيق إلى السعة، من الفرقة إلى الوحدة، من الضعف إلى القوة، إنما بتعاليم هذا الكتاب ذلك الكتاب. هذه ذلك اسم إشارة للبعيد، والمراد بعد الرتبة، أن التعاليم الموجودة في هذا الكتاب تعاليم رتبتها عالية جدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنتم يا عبادي سألتموني أن أهديكم، وها أنا ذا أرسل لكم كتابا فيه هدايتكم. تتابعت الآيات في سورة البقرة، ثم في سورة آل عمران، ثم في سورة النساء، لتهدينا أفراداً، وتهدينا أسراً، وتهدينا مجتمعاً، وتهدينا في الكرة الأرضية عامة، لنسعد ونسعد. وها هي آيات سورة المائدة تتابع هذه الهداية. في مطلع سورة المائدة ونحن في بداياتها، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العهود الثابتة بينكم وبين الله أو بينكم وبين الناس أدوها تامة. إذا أردتم هداية فلا بد أن تؤدوا بالتمام العقود التي بينكم وبين الله وبينكم وبين الناس. من العقود التي بيننا وبين الله تعالى أننا نحن المسلمين، الذي يحلل لنا والذي يحرم علينا إنما هو الله عز وجل. في قرآنه الكريم أو فيما يوحيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة. فنحن قوم لا نستطيع أن نحرم ما أحل الله تعالى، ولا أن نحلل ما حرم الله تعالى. فلا يجوز لرجل أن يحرم على نفسه زوجته، قول أنت علي حرام، لما تحرم ما أحل الله لك؟ ولا يجوز لرجل أن يحرم على نفسه أن يشرب شراباً أحله الله. بالمقابل لا يجوز لإنسان أن يحلل شيئاً حرمه الله تعالى. فالآن الآية تقول مطلع سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما هي العقود التي بيننا وبين الله؟ أننا رضينا به ربًا، هو الذي يحلل لنا وهو الذي يحرم علينا. ويا إخوان، من عنده علم أكثر، العبد أو الرب جل جلاله؟ من يرحم العبد أكثر،
نفسك التي بين جنبيك أو ربك؟ من الذي يعرف طريق السعادة لك، أنت أو رب العالمين؟ لا ريب بأنه رب العالمين. فالآن جاءت الآية لتقول حرمت عليكم الميتة. كان في الآية الأولى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، الإبل والأغنام والأبقار كلها حلال عليكم إلا ما سيتلى عليكم. والآن يتلو الله تعالى علينا ما حرم من بهيمة الأنعام، فقال حرمت عليكم الميتة. الأصل أنك إذا أردت أن تذبح شاة أو بقرة أو إبلا فهناك زكاة شرعية، الذبح الشرعي هناك يصير حلالا. لكن ماذا إذا كانت شاة ميتة؟ حرمت عليكم. ليش يا أخوان الله يحرم علينا الميتة؟ هل لله تعالى مصلحة في أن يحل ما كان مذكى زكاة شرعية وأن يحرم ما مات حتف أنفه؟ هل لله تعالى مصلحة؟ هل على الله تعالى ضرر إذا نحن أكلنا الميتة؟ أبدا. لكن نحن الذين نفيد إذا التزمنا أمر الله، ونحن الذين ننضر إذا خالفنا أمر الله تعالى. بحث العلماء في حكمة تحريم الميتة، فقالوا أولا النفس الرفيعة تعاف أن تأكل الميتة من أي شيء. يعني تخيل أنت عازم صاحبك وله مكانة وله شأن، تقول له والله لقيت لك خروف ميت مشي ثلاثة أيام، اشتهيت لك هيك اشوي لك اللحمة تبعه، شيء بجنن شيء بشهي. النفس العفيفة، النفس الكريمة، النفس عالية الشأن، الذوق السليم والطبع السليم هو يعاف أن يأكل الميتة لوحده. فجاءت الشريعة بما يتناسب مع هذا الذوق وبما ينمي هذا الطبع السليم وبما يحافظ على رفعة هذه النفس وعدم نزولها يعني في القاذورات. هذه واحدة من حكم تحريم الميتة. ثم في واحدة ثانية، أنتم تعلمون بأن الشاة عندما تذبح يخرج أكثر الدم منها، كثير من الدم أكثره يخرج منها بالذبح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأنت ترى الذبيحة بعد أن تذبح ينتفض هذا الخروف وهذه الشاة تنتفض، بهذه الانتفاضات يخرج الدم معظمه من العروق. أما الميتة فالدم كاملا موجود داخل العروق، وخلال يوم أو يومين من هذا الموت يصير هناك تجلطات في هذا الدم ويصير هناك تعفنات داخل هذا الدم، فأكل هذه الميتة فيه إضرار بالإنسان. لذلك جاء القرآن الكريم يقول حرمت عليكم الميتة. والدم، الدم المسفوح كمان محرم أن يشربه الإنسان أو أن يأكله. كانت الجاهلية، لماذا حرم الله هذا الأمر؟ لأن الجاهلون كانوا يفعلون، كانوا يأكلون الميتة وكانوا يأكلون الدم، يعني يجعلون اللحم هكذا في الدم ويشونه ويأكلونه. ولحم الخنزير أيضا لإضراره، الخنزير كله محرم لكن بما أن السياق بالأكل هنا فجاء الكلام على لحم الخنزير. وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله تعالى، ما ذبح للأصنام، ما ذبح لآلهة غير الله تعالى عياذا بالله تعالى. المجاهلون كانوا يذبحون للات ويذبحون للعزة. والمنخنقة، الآن هذه الأنواع أنواع من الميتة، الشاة التي ماتت خنقا محرمة لأنها أيضا ماتت بالخنق. والموقوذة التي ضربت على رأسها بشيء قاس فماتت. والمتردية التي سقطت من مكان عال فماتت. والنطيحة، إذا نطحت شاة فقتلتها. وما أكل السبع، كمان إذا حيوان مفترس أكل شيئاً من خروف فقتله. قال الله تعالى إلا ما ذكيتم. ألا إذا في حيوان مفترس أكل من خروف شيئاً لكن أنت ركضت وراءه فلحقت هذا الخروف ما زال حياً فذبحته، هذه بالذكاة الشرعية صار جائزاً. إذا في شاة خروف وقع من الطابق الرابع، إذا نزل على الأرض ميت ما بيجوز أكله، لكن إذا أنت لحقته ما زال يتحرك وما زال يخرج صوتاً فذبحته إلا ما ذكيتم صار جائزاً.
إذا شات نطحت شات فقتلتها فوراً لا يجوز، لكن إذا أصابتها بعلة وأنت لحقتها وذبحتها فهذا صار جائز. المنخنقة إذا دخلت غرفة فيها غاز فاختنقت، هلأ إذا اختنقت فماتت لا يجوز أكلها، لكن إذا أنت لحقت فوراً فتحت هذا الباب وأخرجتها وهي تتحرك ما زال فيها حركة فذبحتها صار جائز، إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب، المشركون كانوا حول الكعبة ينصبون أحجاراً يذبحون فيها أو عليها لآلهتهم ويجففون عليها قطع اللحم، كمان ما ذبح للآلهة لا يجوز. وأن تستقسم، هذه كلها السابقات عشرة من المطعومات كلها محرمة، حرمت لإضرارها بالإنسان أو حرمت لإضرارها بعقيدة الإنسان، هذا الذي ذبح أهل به لغير الله تعالى يؤثر على عقيدتك، أنت من أهل عقيدة التوحيد لا إله إلا الله فلا يجوز أن تذبح لغير الله تعالى. وبين قوسين هون لا يجوز أن نذبح لشيخ فلاني، ولا يجوز أن نذبح في بعض الأطراف البعيدة، أحياناً في جهل في الدين يقولون والله إنه الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلان نحن نذبح له، لا يجوز أن تذبح إلا لله تعالى، ولا يجوز أن تذكر عند الذبح إلا بسم الله والله أكبر. ممكن أن تكون على نية أن يشفي الله عز وجل أخي بصير، على نية أن ييسر الله تعالى معي لدراستي بصير، على نية شكري لله تعالى أن اشتريت هذا البيت، بس كلها لله تعالى وأقول بسم الله والله أكبر. فإذا قيل باسمي فلان الفلاني صارت محرمة ولا يجوز أن يؤكل منها، فهذه محرمة إلا إما للإضرار بالإنسان بصحته أو للإضرار بعقيدته. ثم قال الله تعالى حرمت عليكم وأن تستقسموا بالأزلام، هذا فعل محرم لأنه يضر بعقل الإنسان فضلاً عن الإضرار بعقيدته. المشركون كان عندهم شيء يسمى الأزلام، الأزلام هي عبارة عن أحجار أو أقداح ثلاثة، واحد مكتوب عليها افعل، واحد مكتوب عليه لا تفعل، واحد مكتوب عليه غفل. هدول الثلاثة بيجيبوهم بيحطوهم بكيس، ثم يطلبون من هذه الأقداح أن تكشف لهم عن قسمتهم ونصيبهم. مثلاً بده يسافر، سافر لما ما سافر بيروح لجنب الكعبة، في واحد معه هذا الكيس اللي فيه بقلبه الأقداح، بيقول له أنا بدي سافر، سافر لما لا بيقول له حط إيدك لنشوف، اسحب واحد من الأقداح الثلاثة، إذا طلع له افعل بيسافر، وإذا طلع له لا تفعل ما بيسافر، وإذا طلع له غفل بعيدة إنه فاضي هذا عيد رجع مرة ثانية سحبة يعني. الله عز وجل قال حرمت عليكم أن تستقسموا بالأزلام. المسلمون اليوم ما يفعلون هذه الفعلة، بس في مرات تسمع إنسان إنه راح لعند واحدة تقرأ له الكف وإنه قالت له هات إيدك أو هاتي إيديك وقالت له كفة وإنت قدامك طريق طويل وفي واحد بدعم يعمل لك أذى وكذا، وهديك تهز راسها بتقول مزبوط والله عرفت الله أكبر. شلون عرفت يا أختي؟ قال بلا. وفي من الناس اللي بيقروا بالفنجان كمان هيك، إنه أخي قدامك طريق وما قدامك طريق وفي عقبات وكذا وطريق أبيض طريق أسود طريق أحمر وهكذا. يخشى الناس مرات تمزح في هذا أو تضحك، بس يخشى مع التكرار أن يصير بعض الناس فعلا بيقول لك أنا بتفائل بالفنجان يا أخي، أنا بتفائل بقراءة الكف يا أخي. بعض الناس يتصلون بقارئي الأبراج، هلأ في بعض الناس يمزحون أو يضيعون أوقاتهم بهذه المسألة، لكن مع التكرار يخشى أن بعض الناس يقول بلا قالوا لي أنه برج الدلو هالشهر أمورك مراكزة. كيف عرفوا أمورك مراكزة؟ الله عز وجل المشركون كانوا يفعلون هكذا بهذا الاستقسام بالأزلام، شو بيعرفوا هذا القدح اللي مكتوب عليه افعل إنه السفرة منيحة، بس لأنك سحبت وطلعت منيحة معناتها صارت السفرة منيحة. فالله عز وجل قال حرمت عليكم، هذا حرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً أو كاهناً
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. في وحدة قال هي كثير صالحة وكثير آدمية وبتعرف تعرف يعني، وبزمناتها سأل أخي مشان شغلة وطلعت صح، وأمي بدها تأخذني لعندها لأنه هالمخلوقة الله فاتح على بصيرتها. وشو اسمك أنت فلان؟ وشو اسم أمك كذا؟ وهي اللي بدك تخطبها شو اسمها فلانة؟ وشو اسم أمها فلانة؟ بتقول له كذا، بتقرأ شيء تتمشم شيء، بتقول له أبداً هي مو منيحة وهي بدها تعذبك، وهي أنت اسمك نيراني وهي اسمها مائي والنار وأنت ترابي وأنت كيف؟ قال لا، في هذا علم اسمه علم الطاقة، يعني هي من خلال طاقة الأحرف عرفت، طاقة الأسماء عرفت، واسمك ما بيتناسب مع اسمه وحيصير مشاكل بينكما. الجاهلون كانوا يستقسمون بالأزلام. ماذا عوضنا الله تعالى عن كل هذه الأفعال؟ عوضنا بالاستخارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي ويسمي حاجته فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني أو دنياي أو عاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه. هذا هو دعاء الاستخارة. تصلي، ومين بده يصلي الاستخارة؟ أنت إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، هي عبادة أصلاً تأخذ ثواب. أنت لا بأس أن تطلب من إنسان صالح أن يدعو لك وأن يصلي لك استخارة، بس اعلم بأنك أنت تأخذ الثواب أفضل. الأصل أن تصلي صلاة الاستخارة أنت. طيب، وبعد ما صلي الاستخارة ماذا أفعل؟ خلص أنت امضي إلى الأمر، إما أن ييسر لك وإما أن يعسر عليك. بعد أن تكون قد استشرت أهل العقل وأهل الرأي وأهل التدبير، إذا كان في السفر اسأل خبراء السفر، وإذا في زواج اسأل خبراء الزواج، وإذا في اختصاص جامعي اسأل خبراء الاختصاص الجامعي، ثم صلي ركعتين وامضي. أما الاستقسام بالأزلام هذا أمر لا يجوز. وفي ناس كمان عندهم يعني هم يتشائمون من أيام، مثلا إذا حكمت الشغلة يوم الثلاثة بيقول لك أنا ما يوم الثلاثة بتشائم منه، ومرات يتشائمون من أشخاص، إذا شاف وش واحد طلع هيك من بيته، شاف واحد قال لك رجع رجع ليك، طلع فلان والله هذا بتشائم منه الشغل، ما لاح تركز الشغلة. كيف يا أخي أنت عرفت؟ الجاهلون كانوا يفعلون، قال الله تعالى: حرمت عليكم. لماذا حرم الله تعالى هذه المحرمات؟ المحرمات الأولى حرمها لأنها تضر أجسادنا وتضر عقيدتنا، وهذا لأنه يضر عقولنا، والمسلم إنسان فطن وإنسان كيس وإنسان حكيم، يحكم عقله ويعتمد على ربه ولا يجعل يعني مصير أموره إلى أحجار أو إلى فنجان قهوة أو إلى كف أو إلى ودع أو إلى باقي هذه الأشياء التي لا نصيب لها من الصحة. قال: وأن تستقسموا بالأزلام. ثم قال الله تعالى: ذلكم فسق. هذه الأمور المذكورة السابقة من المحرمات سواء كانت بالمطعومات أو من الاستقسام بالأزلام خروج عن جادة الصواب. الفسق هو الخروج عن جادة الصواب، خروج عن طريق الهداية، خروج عن تعاليم الشريعة. فاللي بيروح بهذا الاتجاه لا سمح الله يأكل ميتة أو دما أو لحم خنزير أو ما أهل له لغير الله أو يستقسم بالأزلام يكون خارجا عن الصراط المستقيم. وأنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم فيه هذه المحرمات. ثم قال الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال المفسرون: نزلت هذه الآية عند فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وقد أوحى الله تعالى إلى نبيه فقال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يئسوا أن يخرجوكم من دينكم، يئسوا من أن يخنقوا هذا الدين ويمنعوا امتداده. فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم، تمت تعاليم هذا الدين، وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين. يا أخوان، النعمة العظمى لك
أنك مؤمن بالله تعالى ربا، أنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قوما ما بلغهم الإيمان يعبدون بقرا، وإن قوما ما بلغهم الإيمان بالله وبرسوله يعبدون حجرا، وإن قوما تشيع فيهم منكرات يعني مشرقة ومغربة بسبب بأنهم ما جاءهم خبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصلتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. نحن بفضل الله، بفضل الله يا أيها الإخوة، ببركة إيماننا بالله تعالى، ببركة إيماننا برسل الله تعالى، حمان الله تعالى من شرور كثيرات. قولوا لي، لماذا المؤمنون هم أقل الناس انتحاراً مع أن أوضاعهم المادية قد لا تكون هي الأحسن، لكن إيمانهم بربهم، إيمانهم بعون ربهم يثبتهم في شدائد هذه الحياة؟ قولوا لي، لماذا الملتزمون بشريعة الله تعالى هم أبعد الناس عن الفواحش؟ ببركة رسالة القرآن الكريم. قولوا لي، لماذا الذين ينضبطون بتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمن الناس بوائقهم وشرورهم، لا تمتد أيديهم إلى المحرمات ولا تمتد ألسنتهم بالكلام بالحرام؟ الإيمان هو الذي زكى لهم أخلاقهم. فنحن بفضل الله، بفضل الله أيها الإخوة، في نعمة كبيرة إذا تمسكنا بديننا. بس المسلم لا سمح الله إذا تجرد من دينه أو تخلى عن دينه أو ضعف تمسكه بدينه يكون قد فرط بأعظم نعمة أكرمه الله تعالى بها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بإكمال هذا الدين. الحمد لله، الحمد لله، هذا الدين كامل من 1400 سنة، ما احتاج المسلمون أمراً، بل ما احتاج العالم أمراً إلا وعند المسلمين من قرآنهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إجابة لهم وحلاً لهم. ما حكم أطفال الأنابيب؟ الجواب موجود في القرآن وفي الحديث، لكن يحتاج إلى العلماء الذين يستنبطونه، وقد استنبط لنا علماؤنا الحكم الفقهي لطفل الأنبوب. ما حكم تحديد جنس الوليد؟ موجود بالقرآن والسنة، لكن العلماء هم الذين يستنبطونه ويعرفونه. ما حكم عمليات التجميل؟ موجود في القرآن وفي السنة، بس العلماء هم الذين يستنبطونه. ما حكم صرف العملات؟ موجود في القرآن والسنة، بس العلماء هم الذين يستنبطونه. ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؟ العلماء. ما حكم الإيجار المنتهية بالتمليك؟ هذه كلها مسائل حديثة ومسائل اليوم الناس يطرحونها، ومن فترة يطرحونها، وعلماؤنا جزاهم الله تعالى خيرا جاءوا لنا بحكمها من القرآن ومن السنة، لأن هذا الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، فبالتالي لسنا محتاجين لمن يأتي يقول نحن سنصنع للعالم ديانة إبراهيمية نخلط فيها شيئا من تعاليم الإسلام وشيئا من تعاليم المسيحية وشيئا من تعاليم اليهودية لنخرج بدين يتناسب مع كل الناس الآن. لا لا، نحن بفضل الله، بفضل الله، اليوم أكملت لكم دينكم، ديننا كامل. وهؤلاء الذين يريدون إشاعة سوء بين الناس وخروج عن تعاليم الله تعالى، كلامهم كله مرفوض. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يمشي الحال بدون الله رضي لنا الإسلام نحن نساوي بداله الديانة إبراهيمية؟ لا، الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، يعني قبلنا أن نكون مستجيبين لأمره، مستسلمين لأوامره ونواهيه. ثم قال القرآن الكريم: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه المطعومات العشرة محرمة: الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية. قال: لكن إذا وصل الإنسان إلى حالة اضطرار، يريد أن يأكل ولا يوجد أمامه إلا ميتة، لا يوجد أمامه إلا موقوذة، لا يوجد أمامه إلا نطيحة، قال: فمن اضطر في مخمصة، يعني في مجاعة، في شدة جوع، غير متجانف لإثم، يعني غير مائل لإثم، يعني هو لا يريد أن يذهب باتجاه هذا المحرم، لكن الضرورة هي التي دفعته،
قال فإن الله غفور رحيم. الله عز وجل لا يؤاخذه ويجيز له أن يأكل من هذا الشيء عند الضرورة. لكن ها هنا أمر مهم أيها الإخوة في كلمة فمن اضطر. أنا مضطر، يعني في مجموعة أطباء عم يبنوا مشفى في بلد من البلدان، هم يعني عملوا دراسة مالية، وكانت الدراسة المالية تقول إن الكلفة التقديرية هي المبلغ الفلاني، وهم يملكون هذا المبلغ الفلاني، وبدأوا بناء المشفى واكتملت المشفى، لكن عندما انتهوا نقص مبلغ لا بأس به من أجل واحد من الأقسام، فهم يقولون بأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين ليأخذوا قرضاً ربوياً من أجل يعني المشفى. فهل هذا مضطر؟ هنشوف. مرات شاب يكون جالساً مع أصحابه، هو ملتزم، هم غير ملتزمين، في تلك الجلسة قدم أحدهم لأصحابه مسكراً، فلما جاء إليه وقدم إليه المسكر قال له أنا لا أشرب هذا الشراب وهذا محرم. قال هلأ بس شيء قليل، بس شفة، هلأ نحن كلياتنا جالسين وأنت لا يعني لا تأخذ كثيراً. وبدأ بعض الجالسين كمان يضغط عليه، فقال أنا يعني وجدت نفسي مضطراً فشربت شيئاً قليلاً. شايف؟ واستخدم كلمة مضطر، وأولئك استخدموا كلمة مضطر، أنا اضطريت فلذلك يعني شربت. فهل هذا اضطر؟ لأنه الآية تقول فمن اضطر، شايف؟ هو عم بيقول أنا اضطررت، والثانيات قالوا نحن اضطررنا. ومرات كمان فتاة تقول أنا يعني اضطررت أنه أخلع الحجاب تبعي، اضطررت لأنه يعني بدي شارك مع رفقاتي بمقطع تمثيلي معين وهذا لازم يكون بدون إشار، فأنا اضطررت أنه أقيم الإشار بس أثناء هالمقطع، هو 10 دقائق كلياته وماشي الحال، يعني أعلن قدام كل الناس بس هال10 دقائق وعدت إلى حجابي، فأنا كنت مضطر. ما معنى كلمة اضطر؟ ما معنى كلمة الضرورة؟ وهل يجوز لأي واحد أن يستخدمها بالطريقة التي هو يشاؤها؟ اعلموا أيها الإخوة أن كلمة الضرورة هي كلمة شرعية وقانونية اصطلاحية، وليست كلمة عامة يعني يتناولها أي واحد بيننا في ظرف معين يقول أنا مضطر. هنا في الآية فمن اضطر يعني الضرورة الشرعية. الدكتور وهب الزحيلي عليه رحمة الله، أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة دمشق في كلية الشريعة، ألف رسالة الدكتوراه عنوانها الضرورة، أظن هي الرسالة مطبوعة هكذا اسمها الضرورة، في يمكن شيء 300 صحيفة أو أكثر، واستغرقت يعني هذه الرسالة معه سنوات، وفيها أكثر من 200 أو 300 مرجع. بس شو معنات اضطر الضرورة؟ وخلاصة المسألة أن الضرورة هي حالة يصل إليها المكلف من الهلاك أو قريبا منه إن لم يتناول المحرم، حالة يصل فيها المكلف إلى الهلاك. شو يعني هلاك؟ هلاك هلاك يعني مات تلف، أو قريبا منه إن لم يتناول المحرم. إذا ما بيأخذ هالمحرم الآن الذي أمامه سيهلك أو يقارب الهلاك. ووضع في كتابه شروط لهذه الضرورة. شو معنى فمن اضطر؟ يعني فمن وصل إلى حالة من الهلاك أو قارب الهلاك غير متجانف لإثم، وهو لا يريد أن يميل إلى الإثم، لا إثم عليه، ممكن أن يأكل من هذه الميتة. وقال من شروط هذه الضرورة حتى يتناول الإنسان المحرم ألا يكون هناك
حلال يمكن أن يتناوله. يعني إنسان أمام وصل في الجوع إلى الهلاك، كاد أن يعني هلاك أو شارف على الهلاك، وأمامه ميتة، لكن بالمقابل في أمامه أكلة ما بيحبها، ما بيجوز أن يأكل هذه الميتة، لابد أن يأكل طعام ثاني، ما بده يكون في حالة الضرورة لا يوجد إلا هذا المحرم. أما إذا موجود شيء حلال غيرها فلا يجوز الاقتراب من المحرم. وشرط ثاني أنه يأكل بمقدار ما يقيم رمقه، يعني هلأ هو يحتاج إلى أكل الميتة فهو بيأكل لقمتين ثلاثة رسا ما يصل إلى أقرب قرية هناك يطعمونه أو يشتري طعاما، أما مو بيجلس بيعمل صفرة وبيحط سياخ لحمة مشاوي بيقول لك صارت وصارت الشغلة. يأكل بمقدار ما يقيم غير متجانف لإثم. فالشرط الأول أن لا يكون هناك بديل حلال، والشرط الثاني أن يأكل منها بمقدار ما يقيم رمقه حتى أن يصل إلى الحلال. وعدد شروطاً أخرى في رسالته. فقول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة، يعني في مجاعتين، يعني من هلك أو قارب الهلاك، جاز له أن يتناول هذا المحرم غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم. هذه الشريعة أيها الإخوة بكمالها، ومنها قاعدة الاضطرار، ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، بس الضرورات بالمعنى الذي سمعتموه. أي نعم. فبهذه القواعد وبهذه الآيات وبهذه الأحاديث كانت صالحة لكل زمان ومكان، وكانت كاملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أيها الإخوة، كما بدأنا هذا الدرس نختمه، والأخوات، هذا القرآن الكريم ما هو إلا كتاب هداية وسعادة وخير لنا جميعا إن تمسكنا بتعاليمه. فالمتوقع من كل أخ بيناتنا ومن كل أخت كلما فتح القرآن الكريم ليقرأ فيه أن يتذكر أنه رسائل من رب العالمين، وأنك أنت المخاطب بهذه الرسائل، وأن الله عز وجل يريد لك الهداية، فما عليك إلا أن تلزم. فإذا سمعت الله يأمرك أمرا فقل لبيك اللهم لبيك، وإذا سمعته ينهاك نهيا فقل لبيك اللهم لبيك. واحذر أن يأمرك أحد أمرا يخالف القرآن فتتبع ذاك الأحد وتترك تعاليم الله. لكن يا إخوان، نحن جميعا بحاجة إلى الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن القرآن بده عقل يهضمه صح، بس كمان بده قلب يتسع له لتنزل أنوار القرآن في قلبك. فإذا صبت أنوار القرآن في قلبك هناك يخرج قلبك كل خير، بس بقى هذا القلب بده يكون نظيف. أما إذا القلب مملوء بالقاذورات مملوء بالأدران فكيف سينزل فيه كلام ربنا؟ كان سيدنا عثمان بن عفان يقول لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا. فلذلك يا أخوان أكثروا من ذكر الله تعالى حتى تتطهر هذه القلوب، وحتى تفهم قلوبكم وعقولكم كلام الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا